نروح لوزارة الهجرة. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن المصريات في الخارج اتفقنا على القيام بحملة ترويجية في أغسطس المقبل تمهيدا لزيارة رئيس الجمهورية للولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، بجانب حملة ترويجية للشهادات الدولارية بلادي. استعرضت أيضا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء نتائج مؤتمر مصر تستطيع واحد للعلماء، ومصر تستطيع بالتاء المربوطة، والخطة الاستراتيجية أيضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في مجال الثروة السمكية والمجموعات البحثية، وأول برنامج للذكاء الصناعي. معنا على التليفون سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. يا سيادة الوزيرة صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تسمحي لي ابدا بمصر تستطيع بالتاء المربوطه، وانا طبعا بشكر حضرتك وبشكر الوزاره على دعوتي، انا كنت واحده من المدعوات وكان شيء مشرف جدا جدا حقيقي، والمصريات بالخارج كانوا نماذج رائعه جدا، وكان ليا حديث مع بعضهم يعني، وكنا بنتكلم ازاي ممكن يبقى في استمراريه بعد هذا المؤتمر. فانا هبدا مع حضرتك من هنا، الاستمراريه او نتائج هذا المؤتمر اللي كان ناجح جدا يا فندم هتكون شكلها او ملامحها عامله ازاي؟ اشكرك. هو الحقيقه قبل الاستمراريه احنا بدانا فعلا وقت المؤتمر في التواصل معاهم وفي عقد مقابلات ما بين السيدات دول وما بين اعضاء الحكومه المصريه، سواء وزاره الانتاج الحربي، وزاره التجاره والصناعه، وزاره الاستثمار والتعاون الدولي. كان ايضا في لقاءات على هامش هذا المؤتمر في البرلمان المصري، سواء مع النائبه البرلمانيه آن علي والبرلمانيات المصريات، والبدء في تكوين جمعية صداقة برلمانية مشتركة استرالية مصرية، وأيضا زيارتهم للجنة الدينية، أعضاء اللجنة الدينية في البرلمان المصري، ومقابلة أيضا مع وزير الأوقاف فيما يتعلق بالخطاب الديني في الخارج، وأيضا زيارة الكابتن منى سندي القائد في سلاح صواريخ الجيش الاسترالي القوات البحريه الاستراليه لترسانتنا ووحداتنا البحريه في الاسكندريه بحضور قائد القوات البحريه. فاذا المؤتمر الحقيقه قبل لما السيدات دول يمشوا من القاهره، حرصت وزاره الهجره ان هي تعقد هذه اللقاءات وتستفيد من الخبرات. كان ايضا عندنا مجالات فيما يتعلق بالتنميه البشريه وكيفيه اعداد استراتيجيه لجعل المواطن جزء من الدولة، يشعر أنه جزء من الدولة وبالتالي يبقى فيه تنمية بشرية له. فكان الحقيقة العديد من الإكسبيرينس هذا الموضوع. طيب انا ممكن اروح بقى مع حضرتك برضو سريعا للخبر، بيتكلم عن ان هيكون هناك مفروض حمله ترويجيه في اغسطس المقبل تمهيدا لزياره رئيس الجمهوريه للولايات المتحده. بنتكلم عن استعدادات او ايه الدور اللي هتقدمه هناك بقى المصريات في الخارج، وفي نفس الوقت عايزه اعرف عن برضو الشهادات الدولاريه، لان ده اعتقد برضو موضوع مهم جدا. سياده الوزيره اتفضلي. مظبوط. احنا طبعا من ضمن السيدات اللي شاركوا كان في سيدات من اللي حصلوا على مراكز مرموقه زي ما حضرتك شفتي، والبعض الاخر اللي بيساعدوا ويدعموا ويساندوا مصر في الخارج من خلال التظاهرات ترحيبا بالسيد الرئيس لزيارته سواء للولايات المتحده او اي دوله اوروبيه، او في مشاركتهم في الانتخابات وحشد المصريين في الخارج للمشاركه في الانتخابات سواء البرلمانيه او الرئاسيه. وبالتالي اتفقنا مع هؤلاء السيدات ان احنا ننظم حمله ترويجيه لشهاده بلادي الدولاريه، وحضرتك عارفه ان احنا حريصين ان احنا نروج لهذه الشهاده في الخارج اللي عملتها وزاره الهجره بالتعاون مع البنك المركزي والثلاث بنوك الوطنيه المصريه لدفع او تشجيع المصريين للاستثمار من خلال هذه الشهاده اللي بتبدا ب 100 دولار ومضاعفاتها، وبيصل سعر الفايده 5.5 يعني، وده اعلى سعر فايده ممكن ان هم يلاقوه. عشان كده السيدات قرروا ان هم استعدادا لزياره السيد الرئيس ان شاء الله في سبتمبر المقبل يتم تنظيم هذه الحمله، حفله كبيره يتم دعوه فيها المصريين للتعريف بالشهاده وشرائهم لهذه الشهاده، حتى يقدمنا كيعني حاجه للدوله، مسانده للدوله فيما يتعلق بالقيمه التي يعني سيتحصل عليها هذا الايفنت في نيويورك ان شاء الله. كل التوفيق حقيقي سياده الوزيره، نشكرك جدا جدا سياده الوزيره نبيله مكرم وزيره الهجره.
يعني خليني بس اعلق على مصر تستطيع بالطاقه المربوطه، معلش عشان ملف المراه بيهمني جدا حقيقي والله، وبدون مجامله نماذج كانت موجوده رائعه جدا ومشرفه لاي مصري، مش لاي مصريه، لاي مصري حقيقي. النساء فعلا بيقدروا ان هم يثبتوا قد ايه البعض الثقافات الموجوده عندنا ملهاش اي اساس من الصحه، سواء في الداخل او في الخارج طبعا، لكن نماذج لو حضراتكم تقعدوا تتكلموا معاهم حاجه فعلا فعلا تشرف. وزي ما بنقول اي بني ادم مصري، اي مواطن مصري بينجح في اي مجال حتى لو في الخارج مش بس في بلده، ده بيكون اكيد شرف لينا وبيكون نجاح لينا كلنا كمصريين. اكيد نتمنى دايما يكون عندنا نماذج ناجحه كده في كل دول العالم.